اكتشفنا اخيرا عالما صغيرا، بيتا يأوينا جميعا. اكتشفنا اخيرا عالما صغيرا، بيتا يأوينا جميعا. سقفا واحدا يحمينا، قلبا دافئا يحضننا. اشتعلت نار تحرقنا، واجتاح الداء يفنينا. انفاضت بحار تغرقنا، وتغرق كل أرادينا. انفاضت بحار تغرقنا، وتغمر كل أرادينا. اكتشفنا أخيرا عالما صغيرا. كان هذا مقطع من أغنية عالم صغير، أغنية من توزيع الفنان الكبير كريم سلاوي، وكذلك الأداء الفنانة الراقية المقيمة بالديار الكندية نضال إيبورغ. الأغنية ظروف وسياق إخراج هذه الأغنية هي كانت عبارة عن كبسولة من الكبسولات التي كدرت في خلال هذه الجائحة، والتي وصلت إلى 60 كبسولة، وهي كبسولة موسيقية توعوية تحسيسية. بطبيعة الحال هذه الكبسولة هذه قبل ما نلوحها في الفيسبوك أرسلتها للفنانة نضال إيبورغ، عجبتها بزاف واستشرت مع الطاقم الفني ديالها وعجباتهم الأغنية، وقررنا باش نديروها كأغنية أو كرسالة إلى حكام العالم وكذلك إلى شعوب العالم. رسالة كنقولوا فيها بأن العالم اكتشفناه من خلال هذه الجائحة، اكتشفنا أن العالم راه صغير أو قرية صغيرة. إن اجتاح الداء يصيبنا جميعا، فالجائحات والكوارث ليس لها حدود. بطبيعة الحال بعد ما اتفقنا على إخراج هذا العمل هذا، كان اتصالات عبر الواتساب وكذلك عبر الهاتف، يعني اتصال عن بعد، ما كانش ممكن أن نجتمعوا. لهذا أرسلت النضال هذه الأغنية اللي معزوفة بالعود، عجبتها حفظتها دخلت الصوت تاعها، أرسلناها للموزع كريم سلاوي اللي أعطاها بصمة أخرى فنية أخرى. ولهذا وكذلك الأداء الرائع للفنانة نضال إيبورغ اللي أعطى هذه الأغنية واحد نكهة خاصة وشجن، وكذلك الفيديو معبر عن بأن هذا العالم كل راه قرية صغيرة، لهذا يجب الحفاظ عليه بشتى الوسائل وعدم الاستهتار ببعض الجزئيات التي قد تغرقنا في مشاكل كثيرة. طبيعة الحال هذه هي الظروف باش خرجت الأغنية هذه اللي سميناها عالم صغير، وهي رسالة كونية لجميع المستمعين ولجميع من يهمهم الأمر.